سالون الطيب، سالون الطيب، يا رب يطول عمرك. اقرا سماع. يا رب يطول عمرك. الله يرحم والديك ابو عبد الله. والله العظيم اني متشرف، يعلم الله اني اقولها صادق. الله يبارك فيك ويسعدك. والله انا شرف عظيم. يا رب يطول اعماركم ويرحم والديكم. الله يطول عمرك يا ابو عبد الله. شرف كبير اقسم بالله اني اقولها صادق. حظك الله يطول عمرك. الله يبارك. طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وقعنا وعلى بركة الله نتفق عقد شراكة بين قناة الواقع الفضائية وبين هذا البراند المميز الجميل براند هار. تحية سلمان ملاهي رجل أعمال الصاعد اللي يتمنى لها كل خير وكل توفيق. سلمان اليوم احنا فخورين، انت من نجوم برامج الواقع فيما مضى، واليوم تأتي ببراند خاص فيك وتوقع عقد حصري بمبلغ وقدره حتى تنضم مع قناة الواقع الفضائية للتسويق لهذا البراند في البرنامج الجماهيري كاريزما. وش كلمتك اليوم؟ أبو عبد الله، أول شيء أنا متشرف، يعلم الله أني أقوله صادق، بأني أكون شريك لقناة الواقع الفضائية ولأبو عبد الله. وأنا قد قلت لأبو عبد الله قبل 3 سنين أنا أتمنى أني أشتغل معك، والله أني قلته. والآن نعقد عقد شراكة في قناة الواقع تحت إدارة أبو عبد الله اللي منحنا هذا الشرف العظيم، وجمهور قناة الواقع شرف عظيم مع متسابقين كبار وركائز. يعلم الله أني متشرف، لا أنا ولا البراند، فيكم وفي جمهور قناة الواقع الكريم. أبو عبد الله دائم، كل من خرج من تحت إدارة أبو عبد الله أو خرج من تحت برامج الواقع فأبو عبد الله يحب يبرز المتسابقين ويحب يبرز أخوياه في الإعلام. والله يا أبو عبد الله أني ماني بقول أسمع لك ولا هو عشان الشاشات، لكن أنت رجال تحب الخير وودك من الخير يعم على الجميع. بيض الله وجهك يا ابو عبد الله. يا رب يطول عمرك. الله يطول اعماركم. الله يرحم والديك. شراكه مباركه. خذ ورقه زي كذا اخذها على بالنا وخلاص هي وقعنا. بشقها انا واطلع عشان ما يلحقني شيء. الله يبارك. الرجل من الثقه اللي انا اثق فيه كثير ويثق فيني كثير. حلف البارح بانه ما يحتاج توقيع عقود يا ابو عبد الله، وانا حلفت اللي يحتاج توقيع عقود يا سلمان، ليس لعدم الثقه ولكن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في الدين. قال يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأيضا في أي أمر مالي لابد من الكتابة حتى ولو كان أقرب الناس لك. سلمان يثق فيني وأنا أثق فيه وحنا ويثق في القناة وإدارتها، ولكن هذا هو الحق دائما لابد أن يقال. اليوم إحنا في هارت براند عطورات مميز جميل، شهادة حق. أنا العطورات لا أثني على أي عطر، ولا أحب حتى في السوشيال ميديا عندي أو الشاشة أني أسوق لعطر.